عون الفيصلي مباراة كانت مثيرة جدا، تابع تقرير ثم نعود. انتزع الفيصلي ثلاث نقاط هامة من على أرض مضيفه التعاون بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف واحد. بعد 40 دقيقة من الهدوء حرك ياسر البخيت الأجواء بتسديدة هائلة عبرت أجواء الفيصلويين واستقرت في مرماهم. يا تعاون الله يا غريغوري جاك الفرج يا ساتر جلاد 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 انت ما ترحم واعطي التحية للمدرج اللي احترمك كثير اعطاك كثير كثير. مع مطلع شوط المباراة الثاني رأسية داريو جيريك تعيد الأمور لنصابها وتمنح التعادل للفيصلاويين. تعادل للفيصلي للعنابي من داريو جيريك يسجل التعادل في كورة غفل عنها دفاع فريق التعاون في لعبة كان ممكن. ليون بينكو برأسية أخرى يتقدم بفريقه بعد استغلاله الأمثل لعرضية فهد عداوي. ليون بينكو يا زلاتكو بلمسة غير اتجاهها في المرمى بهدف خاص. محاولات الرد للتعاونيين جاءت عن طريق بدر الخميس بتسديدة قوية استقرت بين يدي تيسير انتيف. لم تكن دقائق المباراة الأخيرة كافية للتعاونيين لتعديل النتيجة فظلوا في مناطق الخطر بنقاطهم 18 فيما ذهب الفيصلي بنقاطه 23 لمنطقة الدفء ولو مؤقتا. لبرنامج كورة ماجد القحطاني. كابتن الأمور الفنية نبدأ معك، التعاون والفيصلي مباراة الهروب من الهبوط بصراحة، الفريقين يمكن كانوا 20 نقطة 18 نقطة، من ياخذ ثلاث نقاط سيعتلي الآخر، تعامل معاها بصراحة زلاتكو مدرب الفيصلي بفكر عالي، أيضا نادي الفيصلي يمكن وضع نفسه في هالموضع، الفيصلي كان يقدم مستويات رائعة في الموسم الماضي، هو تراجع الموسم هذا، لكن استطاع الآن تجاوز المرحلة مهمة ومباراة مهمة ومفصلية مع منافس في الهبوط، يعني دائما أخطر المباريات هي لما تكون مع فريق يعني يتصارع معك على الاقتراب من الهبوط. التعاون 18 وكان الفيصلي 20، ولذلك الآن أصبحت يعني خمس نقاط كفيلة بأنها تريح الفريق في المباريات أو الجولات القادمة. التعاون وضع خطر جدا، وضع خطر أنا لا أقول بسبب بصراحة يعني اللاعبين لا يتحملون الجزء الأكبر بقدر ما يتحمل العمل الإداري في التعاون، تغيير المدربين، المشاكل اللي تحدث أو نسمعها ما بعد إقالة المدربين من عملية التدخلات في المدرب وكذا مدرب يشتكي من نفس المشكلة أعتقد ألقت بظلالها على التعاون. التعاون فنيا يمتلك قاعدة جماهيرية، يمتلك مادة، يمتلك أعضاء شرف يعني مؤثرين وداعمين ومحبين وبقوه. اسمح لي اقاطعك بس إيه؟ ما نبغى الهدف يروح، ايش رايك في الهدف هذا صراحه؟ هدف ياسر بخيت رائع جدا، لكن عاد الفرحه ما اكتملت. بس من يعني ما ادري يعني دائما الكور البعيده والتسديدات القويه نفتقدها يمكن حتى يعني هذه اصبحت ظاهره حتى على مستوى العالم يا تركي، قله الاهداف التسديد من خارج كور متحركه هذا. بالضبط. طيب نكمل حديثك عن التعاون، معلش قطعتك، بس الهدف صراحه ما يتفوت صراحه، وهذا المهم ان نتكلم في الامور الفنيه، لكن بما ان التعاون هو الان يعني ثلاث جولات ووضع التعاون محرج بالنسبه للعمليه انه يكون يتصارع مع القادسيه في تصوري حيكون الصراع ما بينه وبين القادسيه، انا هذا بالنسبه للانصار الفريق الثاني حيكون التعاون او القادسيه، هذا ما يعني اتوقع. طبعا تغيير مدربين، تغيير الاجهزه الفنيه باستمرار، مهما كانت قدرات المدرب، مهما كان العمل الفني يوازي عمل اداري. قبل شوي تركي تحدثت انت عن عمل اداره نادي الشباب مع ميشيل برودوم، بالتالي نتج عنه صدارة للدوري من بداية دون أي خسارة. الآن هذا نموذج آخر بأنك مهما حاولت أن يعني تصنع بالفريق تغير تبدل تحط تجيب لاعبين
تودي لاعبين، اذا ما كان في استقرار وفي عمل ومنهجيه وطريقه واضحه للعمل حتكون نتائجك دائما توازي سوء العمل اللي قاعد تقدم. الفيصل، الفيصلي اتصور انه نجا من المرحله الخطره، باقي 3 جولات، قادر الفيصلي الان في وضع مطمئن، 5 نقاط، لو اخذ مباراه وتعادل في الاخرى بالتالي يكون وضعه مطمئن يعني بشكل كبير، وان كان يمكن هو اكثر بعدا بالقادسيه يعني 16 نقطه وهو الان 25 نقطه يعني او 23 نقطه يعني مطمئن نوعا ما لو اخذ مباراه تخلص له الموضوع اتوقع. كابتن، على الصعيد الإعلامي والجماهيري نبدأ بالتعاون. التعاون أمر غريب، فريق يفوز على الاتحاد ويفوز على الاتفاق ثم تأتي مباراة وتضيع من بين يديه بشكل سهل جدا. غالبا الفرق المتوسطة والصغيرة عندما تقابل فرق كبيرة وتفوز عليها هذا يعطيها حافز على طول الموسم ويعطيها يعني حالة من النشوة تستمر كثيرا، لكن يبدو لي في خلل في التعاون، في خلل ما يعني الأمور ما هي واضحة لا بالنسبة للاعبين ولا بالنسبة أيضا حتى للجهاز الفني. في الأندية مثل التعاون يعني عملية الاستقرار مهمة جدا، أنا أقصد الاستقرار يعني لنا في الفتح مثال رائع جدا. مشكلة أيضا أظن أن مشكلة التعاون هي الرائد، ومشكلة الرائد هي التعاون، فيهم تنافس كبير جدا، وجودهم في مدينة واحدة والكل ما يبغى يهبط والثاني يبقى. ايضا مساله يعني اربكه المعسكرين، معسكر التعاون ومعسكر العكس، هذه تركي ايجابيه وجود منافس ايجابيه، بس هم منافستهم منافسه من نوع اخر يعني دائما التعاون والرايد مربكين لبعضهم، اي مربكين لبعضهم لما في دوري كل واحد عينه على الثاني، يعني كان مفترض انه كل فريق يعني يشتغل بمعزل على الاخر ويلملم اوضاعه بعيدا عن التفكير في الاخر، لا انا ابغى ما لا هو اكثر خطرا رايد مني، لا انا يعني هذه المساله يعني أربكت حتى الجماهير في القصيم، يعني ابتعدت. فريق يفوز على الاتحاد التعاون ويفوز على الاتفاق ولا نشوف صدى ذاك الصدى الكبير في اللاعبين ولا في الإدارة ولا في الشحن الجماهيري ولا في التحفيز ولا مع أنه ممكن أن تكون عامل كبير جدا للدفع للأمام، لكن تجي عند مسألة خسارة الرائد أو الرائد أو التعاون دائما هناك فيه مسألة يعني حساسة بينهم. أنا أعتقد أن التعاون يعني لم يقدم نفسه بشكل جيد هذا الموسم، وأيضا الفيصلي لم يقدم نفسه بشكل جيد هذا الموسم لأسباب أنا أجهلها تماما، لكن لابد من إعادة تفكير في تقييم هذه الأندية، لابد من إعادة تقييمها من جديد، هذا اللي صالح الكرة السعودية. عندما نقيم أندية مثل التعاون والرايد والفيصلي والقادسية وهذه الأندية التي يعني لا تقدم ذلك العمل الكبير ولا تقدم ذلك المردود الجماهيري الكبير، علينا أن ندرسها بشكل جيد. حسبت المسائل في الأندية الكبار، لديها يعني أمور واضحة في جلب لاعبين كبار، في جماهيرية، في استثمارات، لكن الأندية المتوسطة والصغيرة حال الوقت الالتفات لها بشكل حقيقي، ولا يمنع أن يكون هناك دعم لوجستي من قبل رئاسة العامة لرياضة الشباب أو الاتحاد السعودي، ما يمنع أنك تدرسها تعطيها استشارات. أنا أعتقد أنه لابد من إنشاء جهة تعطي استشارات لهذه الأندية حتى لا تدخل في مشاكل مع تتفق مع اللي يقول أنه أيام الدوري هذه هي أجمل أيام اللي هي المنافسة على الهروب والصدارة؟ أي طبعا صحيح، أنه مرنا مباريات جميلة في الدوري في هنا وهناك، لكن أعتقد أن الأيام هذه فعلا أيام جميلة، هناك فرق تحاول أن تنجو بنفسها وأن تبقى في الدوري، هناك فرق تنافس على تحاول أن تدخل كأس الأبطال، هناك ناديين ينافسان على الدوري. الحقيقة يعني نشاهد يعني مباريات طيب مثيرة الحقيقة. الحركة اللي صايرة في الدوري الآن في المواسم الأخيرة، يعني خلينا نتكلم شوية شيء إيجابي، ممكن تسمحون نتكلم عن شيء إيجابي طبعا. يعني الآن الدوري صار فيه الفرق اللي في المؤخرة تريد تبتعد عن الهبوط، الفرق اللي في المقدمة تريد الحصول على الدوري، أيضا الفرق اللي في المقدمة تريد خطف البطاقة الآسيوية على غرار البطاقات الأوروبية، والمنطقة الدافئة في فرق تتنافس على الدخول في كأس الأبطال. هذا يعطيكم مؤشر أن الدوري إلى آخر أيام المفروض يكون متحرك؟ لا شك، لا شك، هذا إضافة للدوري. المنافسة يمكن سترتكي الموسم الماضي واللي قبله كانت الأمور محسومة للهلال، يمكن من منتصف الدور الثاني قد تكون يعني محسومة، حتى في الموسم اللي قبله كان الاتحاد. الموسم هذا فريقين مختلفين يعني الشباب والأهلي، ولا زالت المنافسة مثل ما تفضلت. يمكن أنا وإن كنت يمكن منافسة الفريق الثالث آسيويا الهلال، أتصور يمكن الاتفاق بدأ يعني في
في الكيرف او انخفاض المستوى، وبالتالي هو يمكن شباب اهلي هلال هي اللي حتكون يعني البطاقات الاسيويه. البطاقات الاسيويه. طيب فاصل قصير بعده نعود لمواصله الحديث في البرنامج.